أنتم مع هارس لو مع ترامب؟ أنا أعتقد بأن هناك ظروف جديدة وأحداث وتطورات هائلة كبيرة جدا في المنطقة، سواء كان في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أم في لبنان، وربما تكون مع إيران أيضا، وبالتالي هذه التطورات يجب أن ترسو على قاعدة معينة حتى نستطيع أن نحكم كيف هي الأوضاع ما بعد غزة وما بعد لبنان. أنا أعتقد بأن لحد الآن لا توجد هناك صورة واضحة كيف ستستقر الأحداث والتطورات في المنطقة. دعني يعني أنا أعتقد بأن الأمور مرتبطة إلى حد كبير وإلى حد بعيد باستحقاق 5 نوفمبر، وهي تاريخ الانتخابات الرئاسية الأمريكية. حتى نتنياهو هو يراهن على أو يلعب بأوتار الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ونتنياهو مع اللوبي اليهودي الموجود في الولايات المتحدة الأيباك يعملون يعني للتناغم مع الأجواء الانتخابية الأمريكية، وأنا أعتقد بأن هذا استحقاق مهم. الاستحقاق الآخر هو آلية أو مسار الأحداث والتطورات في المنطقة، وبالتالي يجب علينا أن ننتظر لنرى كيف سترسي هذه التطورات والأحداث حتى نستطيع أن نقيم المرحلة برغض النظر بعد غزة، مرحلة ما بعد. برغض النظر يا دكتور محمد، بالسياسة الأمريكية هنالك ثوابت لا تتغير بتغير الرئيس أو نتاج الانتخابات. أمن إسرائيل وأمن الطاقة يكاد أن يكون مقدسا لدى أي حاكم يأتي إلى البيت الأبيض. الكلام في الأطراف الأخرى، إلى أي مدى ممكن أن تستجيب؟ إلى أي مدى ممكن أن تتنازل؟ إلى أي مدى ممكن أن تجد حلا أو تساعد في إيجاد الحل؟ أطمئن، خذها مني، ترامب هاريس يدعمون إسرائيل لحد النخاع، ومن يقول غير ذلك فليعمل سونار لدماغه. لكن عندما كان السيد أوباما في البيت الأبيض لم يستقبل نتنياهو، في عدة زيارات أراد أن يلتقي بأوباما، أوباما رفض ذلك أو سافر خارج الولايات المتحدة، وبالتالي كانت العلاقة بين أوباما ونتنياهو على غير ما يرام. الآن حتى في زمان بايدن الآن هناك أيضا يعني اختلاف في وجهات النظر، وحتى هذه تسريبات الوثائق هي تدخل في هذا الإطار. ودعني أشير إلى أن إذا كان هاريس أو ترامب نفس الشيء بالنسبة إلى نتنياهو، هو الآن يدعم ترامب ولا يدعم هاريس، وبالنتيجة في نهاية المطاف الكيان الإسرائيلي يعتمد على الجمهوريين أكثر من اعتماده على الديمقراطيين، وما تفضلت به من ملاحظة هي صحيحة جدا، لأن الولايات المتحدة يعني ليس المهم من يحكم البيت الأبيض، المهم أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الكيان الإسرائيلي مهما كان لون الداخل إلى البيت الأبيض. لكن هناك فرق كبير، الكيان الإسرائيلي يعمل مع الجمهوريين أفضل مما يعمل مع الديمقراطيين، وبالتالي عندما أقول ذلك يعني هناك الكثير من الأحداث والتطورات ونتائج الانتخابات أيضا هي التي تقرر. ودعني أشير إلى ما قاله نتنياهو، قال بأنه يعني هكذا الكل يعتقد بأن هذه الحرب في غزة وفي لبنان سوف تستمر إلى ما بعد 5 نوفمبر، يعني يوم 6 نوفمبر ربما تتوضح الأمور بالنسبة إلى نتنياهو ولكل دول المنطقة، وهذا استحقاق مهم باعتقادي في لمسار الأحداث والتطورات في هذه المنطقة. أنتم مع هاريس لو مع ترامب؟ الإيرانيون مع هاريس، أما أنا مع ترامب.